متابعينا في كل مكان، متابع موقع بصراحة الإخباري، أهلا بكم في بث مباشر جديد من داخل محافظة قنا. احنا النهاردة معاكم من مركز نجاح حمادي شمال محافظة قنا، ومعانا قصة مختلفة طبعا، قصة حمزة. حمزة ابن محافظة السوهاج اللي بيشتغل هنا في محافظة قنا، هنتكلم معاه أكتر خلال البث المباشر، وهيعرف هو بيعمل، هنعرف هو بيعمل إيه هنا في مركز نجاح حمادي. مساء الخير يا حمزة، عايزين نتعرف عليك اكتر ونعرف المتابعين بيك. انا اسمي حمزة محمد علي من مركز محافظة الظهار مركز غياني. اهلا بيك، قول لنا انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بعمل عصير اوريو بالفانيليا والحليب. اوريو بالفانيليا والحليب. انت بتستخدم البسكوتات الاوريو والهوز عندك في المحل في العصاير وكده؟ عايزين نشوف طب تعمل ايه. ده اسم العصير ايه بقى؟ ده اوريو. ده اوريو حليب. اوريو حليب. تمام. هل الناس متقبله طعم عصير الاوريو ده والهوز؟ يعني ناس حباه وكده؟ في واحده تلاقي حاجات تانية بالشوكولاته برضه، مثل الشيك. وفي حاجات تانية بالشوكولاته كتير. هوز في كوينتي. تمام. وفي قشطه بالاوريو برضه. الناس بتطلب الحاجات دي عندك. انت الوحيد اللي بتعملها هنا في نجاح حماده ولا في غيرك بيعملها؟ انا لسه فاتح جديد والله. انت فاتح ليك كام؟ بالظبط يعني شهرين. شهرين فاتح. فالحاجات دي انت متعود عليها من زمان. احكي لنا بقى قصتك مع العصاير يا حمزه من البدايه. ايوه طبعا صنعتنا من زمان، احنا شغالين يعني بالظبط بقاله يعني فوق ال 14 سنه. فوق ال 14 سنه وانت شغال في العصاير؟ فوق ال 14 سنه يعني هنا وفي اسكندريه وفي المنيا يعني حاجات من سنه. تمام. انت كمان عندك اكتر من فرع هنا؟ هنا عندنا اثنين، عندنا واحد في شارع بورسعيد. اتفضل. تمام. عندك محل في شارع بورسعيد؟ وفي محل تاني عند البنزينه لسه مفتحه. لسه هتفتح عند البنزينه، وده المحل اللي هو شارع مصنوعات. تمام. اتفضل تطلب ايه؟ تمام. ده طبعا اللي هو العصير. زاد ولا لسه؟ الاوريو. طيب الاقبال اكتر عندك يا حمزه على عصير القصب ولا المشروبات دي؟ كل حاجه موجوده. عندي مانجا، عندي قصب، عندي وافه، عندي فراوله، عندي افوكادو، عندي موز الحليب، عندي ساقع، عندي كل حاجه، كل انواع العصاير. تمام. ده تمر اللي انت بتجيبه ولا ايه؟ تمر. تمام. عايزين يا حمزه نتكلم معاك عن الكوكتيل ده. كوكتيل زي ما شايفين هو حاطين فيه حلويات انتوا. ده دي قنبله. ده قنبله اسمه؟ ده عبارة عن ايه وايه؟ ده رز بلبن وتفاح ومانجا وموز بقى وقشطة. رز بلبن؟ وقشطة. وقشطة وبسبوسة. بنضيف عليه بقى شوية رمان حب من فوق. بنجوب وعسل ابيض. يعني بتحط له فواكه كتير يعني. تعالى حطها جنبي. تمام.
كمان هنتعرف على عبد الله. عبد الله اخوك الصغير صح كده؟ عبد الله عرفنا بنفسك وعرف المتابعين بيك. عندك كام سنه؟ اسمك بالكامل. عبد الله انور عبد الله حسن. سنة 20 سنه. شغال مع حمزه من زمان ولا؟ شغالين مع بعضنا بقالنا سنين. تمام. دي المهنه بتاعتكم؟ دي المهنه بتاعتكم. تمام. ودي زي ما انت شايفه. أكيد طبعا، يعني بتعملوا حاجات مختلفة يعني مش موجودة في نجاح حمالي. أي حاجة تخطر على بالك نعملها. اللي أنت عايزها. طيب إيه؟ طيب. مأكولات، كتلات، عاملين كل حاجة. حمزة داخلين على فصل الشتاء، هتغير أنواع العصاير وهتشتغل في إيه طيب؟ في مثلا مجال جديد، حمص الشام، بليلة. الحاجات اللي يعني أنت كنت شغال في حمص الشام والبليلة برضه. تمام. يعني هتعمل اضافات في المحل بتاعك، هيعمل اضافات حمص الشام والبليله، يعني شاب مكافح زي ما حضراتكم شايفين. يعتبر بدات من الصفر انت يا حمص. بدات من الصفر يا حمص صح كده؟ تعالى يا عبد الله ساعد معانا، عايزين نتكلم معاك. يعني ما شاء الله، يعني وشك حلو عليك، في زباين. الحمد لله، الفضل من ربنا. ونعمل اكيد، ونعمل بالله اكيد. انت شغال 24 ساعه؟ اه 24 ساعه. تمام. يعني ورديات ولا ايه مقسمه؟ ورديات. انا مثلا انا واحد شغال 24 ساعه. تمام. واحد في النص بينا. تمام. استلمنا 12 ساعه. تمام. اتفضل. انا بستلم من عبد الله. انت بتستلم منه؟ لغايه الساعه كام بتفضل شغال؟ لحد الساعه 9 الصبح. من وقت 9 الصبح؟ من 9 ل 9. الله عليك يعني. تمام. فبتنزل عايزين نتكلم عن الفاكهه. انت بتستخدم كل انواع الفاكهه؟ كل انواع، مش فاكهه معينه. تمام. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الكوكتيلات والمشروبات المختلفه عند حمزه، يعني شاب مكافح ومجتهد، دخل حاجات مختلفه عنده في المحل. يعني ما شاء الله الاقبال حلو عليه عشان الجودة وكمان النظافة، بجانب حاجات غريبة ومختلفة بيجربها لأول مرة في مركز نادي الحمام. لا، ده في الصلاة. الكوباية اللي هي اللي تحت دي. لا، ده في الصلاة يا. طيب هنختم معاك اللايف يا حمزة، عارفينك مشغول، عايزين نعرف أحلامك. أنت كشاب لسه في بداية عمرك بتحلم بإيه؟ 30. ايه؟ بتحلم بايه؟ ان انا اكون ناجح في شغل بس. يعني انت مش شايف نفسك ناجح ما شاء الله، عندك اكتر من فرع في المحل وشغال وعامل اللي عليا يعني من بعد ربنا ان شاء الله، بس ان انا اكبر من شغل يعني. هل ممكن تفتح في مراكز ثانيه غير نجاح حمادي؟ ناوي على الحته دي. ان شاء الله بالتوفيق ليك. وشكرا ليك يا حمزه، شكرا ليك يا عبد الله. متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحة الإخباري، زي ما تابعتم معنا خلال البث المباشر، طبعا حمزة ابن محافظة سواجل اللي بيشتغل في مركز نجاح حمادي شمال محافظة قنا، عنده يعني محل عصاير مختلف بيقدم فيه حاجات مختلفة هنا في مركز نجاح حمادي. شكرا لكم متابعينا في كل مكان.